تبدا من يمين ولا بشمال؟ لا نبدا من يمين. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. لعبت للاهلي والزمالك؟ هل في لعيبه في الاهلي والزمالك لعيبه؟ قول بقى بصوت عالي عشان اعرف. يعني بيقول لي انت في لعبت الاهلي والزمالك في لعيبه في الاهلي والزمالك؟ كان في حد اهلاوي او حد هنا زملكاوي؟ حلو. حلو. بركات زملكاوي. بركات زملكاوي. في الزمالك كان في يعني لا عمال افتكر لا كانوا كلهم زملكاويه. مفيش. بس بركات ده كل مفيش لاعب ما باعوش. يعني كلكم بعتوه ما شاء الله يعني. بس خلي بالك يعني بس بركات يعني ايه اول ما جاء كان بيقولوا يعني هو في السكه حديد ان هو زملكاوي. ان هو زملكاوي. لما جه يعني لا بركات يعني عايز اقول لك حاجه اجمد اهلاوي. يعني باستماته في الماتشات وفي كل حاجه يعني. بس ما كانش في اي وقت كان بيهزر معاكم حاجه ليها علاقه بالزمالك؟ ما كانش بيتفرج مثلا على ماتش الزمالك بيبقى عايز لا لا ما عندوش الحته دي. بس هو كان دمه خفيف قوي. بركات دمه خفيف وكان عنده حاجه كمان في الماتشات الكبيره يقعد يهزر. واحنا مركزين يا بركات احنا عايزين نركز. كان احمد السيد بيقول لي الكلمتين دول. يا حبيبي احنا عايزين نركز. كان احمد السيد لا خلي بالك احمد السيد يعني هم كان هم الاثنين وليف يعني ضحك بس. احمد السيد برضه لو ركز وفضل احنا كنا نبقى مركز مشغل قران وبتقرا الاذكار ومركز. متوتر. احمد السيد يقعد يهزر فانا كنت ببعد عن بركات واحمد السيد صراحه. افتكر لي موقف مع بركات عملوا فيك او ما عملوا فيا؟ لا احنا مره واحنا في 2006 كان بيجيب الكارت بتاع ابنه ونروح نركب نروح في الفندق اللي احنا كنا فيه في مدينه نصر نعدي كده نروح نركب الملاهي. الملاهي؟ بالكارت بتاع اللعب. اللي اسمه القطر ده. بتلعبوا يعني؟ نقعد نلعب في المعسكر. لا نطلع كده مثلا يعني 5 دقايق 10 دقايق نروح نلعب ونرجع. اسمها نهرب. نهرب من المعسكر. بس نهرب المعسكر حاجه لطيفه يعني رايحين نلعب يعني. ايوه بالظبط. لا وبعدين البلد مقلوبه 2006 البلد كلها مقلوبه وبتطلع من الاتوبيس تلاقي مصر كلها في الشارع. صح. واحنا رايحين مفيش رايحين الملاهي. يعني حد يقفشكم يقول لك رايح فين؟ تقول له رايح الملاهي. تخيل لو كابتن حسن يعني كنا الناس كانوا اساسا الناس واحنا داخلين يقعدوا يبصوا لنا هم رايحين فين يا كابتن؟ هم ولا مش هم؟ لا ورايحين فين يا كابتن؟ وهي بتاعت اطفال. الملاهي بتاعت الاطفال يعني مثلا اقل حاجه. انت بركات ومين؟ كنت انا وبركات بس. انت وبركات بس في الملاهي. نروح الملاهي. حلوه الدماغ دي. ركبت الدوده؟ ايه؟ ركبت الدوده؟ ركبنا الدوده. طيب